لماذا قال محمد زمام لصدام حسين سيدي قطعنا رأس الصدر؟ هذا الرجل كان يعمل استعداده للأداء بشهادته وبكل تفاصيل التنفيذ. من هو الضابط الذي طلب من المحكمة الكشف عن تفاصيل إعدام محمد باقر الصدر؟ ومن الذي نفذ حكم الإعدام؟ أن أبلغ شقيقه يعمل على تأمين الاتصال بفلسطيني غزة من حفرة الأنفاق. ما هي الخطط التي وضعها عبد حمود للهروب من السجن؟ احتلال جاء ليحقق مع عبد حمود. من يستطيع أن يدلنا على صدام حسين؟ من هو الشخص الذي قالت المخابرات الأمريكية إنه قدم معلومات عجلت بالقبض على صدام حسين؟ عندما شعروا أن هناك محاولة لتهريبه عدم. المحامي سليمان الجبوري وكيل الدفاع لعدد من رموز النظام السابق في الجزء الثاني من شهادته الخاصة. الأحد 10 مساء بتوقيت بغداد على قناة الفلوجة.